شكرا شكرا. دلوقتي بقى اللعبه اللي جايه اسمها لعبه الشيك. ممكن سعداء الحظ النهارده يكسبوا معانا مبلغ كبير في لعبه الشيك، بس يعني ممكن نختار في اللعبه دي بالذات كابلز، حد ومراته او واحد وخطيبته. خلينا الاول نشوف الكابلز اللي موجودين، يا ريت يعرفوني على نفسهم. كابلز 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 اتفضلوا تعالوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا مدام، ازي الفرح؟ اتفضل. اهلا بيكم، نتعرف عليكم. محمد. اهلا يا محمد. المدام داليا. داليا اهلا يا داليا. حاسين بايه النهارده؟ سعداء الحظ ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ومتفائلين نلعب لعبه الشيك. نبدا على طول. اللعبه دي على فكره يعني هي بسيطه خالص، لان في رقم موجود ورا الاربع كروت بالاربع الوان. انتوا هتختاروا الكروت وترتبوهم، تعال نقول من اليمين للشمال على حسب الالوان، واتفضلوا ابداوا رتبوا الكروت. وتقدروا طبعا ان انتوا تستعينوا براي الجمهور العزيز اللي موجود في الاستوديو. اول واحد احمر، الكارت الاحمر يا مي. الكارت التاني الاصفر. اوكي الاصفر. الكارت الاصفر الكارت اللي جاي ازرق. ازرق. على فكره انا بحب اللون الازرق جدا. وانا كمان. واضح طبعا. طيب الكارت الثالث يبقى الكارت الازرق، ويبقى الرابع هو الاخضر. طيب ايه رايكم لو نشوف الارقام اللي ورا الكروت؟ نبدا على طول يا مي، نشوف الكارت الاحمر. ده كارت كبير. ستة ده اول كارت. نشوف الثاني اللي بعده. أربعة، معقول، كويس، لسه عندكم فرصة على فكرة. اللي بعدها الأزرق. زيرو. أقول لكم على حاجة، ما هو طبعًا إحنا لازم نعمل ديل، صح؟ ده لعبة الحياة. فنعمل معاكم عرض صغير، وتختاروا ما بين البوابة رقم واحد أو البوابة رقم ثلاثة. تكملوا الشيك ولا تاخدوا البوابات؟ شيك. الشيك. شيك. قبل ما نبدا نقلب اخر كارت عشان نشوف الرقم كام، نفتح البوابه رقم واحد نشوف كان وراها ايه. ايباد 16 جيجا قيمته 3750 جنيه. 3750 جنيه قيمه الايباد ده. انتوا خلاص خسرتوه، ما بقاش بتاعكم. ممكن يطلع لكم رقم اكبر، ما حدش عارف. ان شاء الله. طيب نقلب الكارت ونشوف. كويس كويس الحمد لله. رقم واحد يعني المبلغ 1046 جنيه، هي دي قيمه الجائزه اللي انتوا كسبتوها النهارده. حلو. ومعلش هارد لك، الايباد كان برضو جائزه كويسه. الحمد لله. بس على الاقل حاولت. الف مبروك. الشكر ده. ميرسي يا محمد. ميرسي داليا. شكرا. الف شكر. طيب محمد وداليا كسبوا مبلغ 1000 جنيه تقريبا او 1046 جنيه. لسه عندنا مفاجآت وجوائز ومسابقات اكتر بعد الفاصل، خليكم معانا. شكرا شكرا. مكملين معاكم لعبة الحياة. يا ترى مين سعداء الحظ اللي هيكسبوا جوائز معانا في الفقرة دي؟ تعالوا نبدأ على طول نختار المتسابق اللي هيشترك في لعبة الحياة. مين عايز يلعب؟ مين هيعمل ديل؟ ليتس ميك ا ديل. ليتس ميك ا ديل. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتعرف بحضرتك. محمد حمدي.
اهلا وسهلا استاذ محمد، فرصه سعيده جدا وحضرتك جاي النهارده عشان تلعب لعبه الحياه ومعاك بنوته صغيره. دي مين بقى؟ فريده. فريده بنتي. فريده بنتك. اهلا فريده. نحيي فريده بقى. حضرتك في اي مجال؟ انا تجاره اسماك. تجاره اسماك. ايوه استورد. هنبدا اللعبه معاك وربنا معاك ان شاء الله ويبقى حظك النهارده كويس ان شاء الله. هو الحقيقه العلبه الخضراء النهارده هي اختيارك الاول، والعلبه الفضي الاثنين محتواهم تقدر تختار اي واحد فيهم. فاختيارك ايه؟ عايز تسال الجمهور، تسال البنوته؟ فريده تختار. فريده. الصندوق الاخضر ولا الصندوق فضي. الفضي؟ فضي. اخضر. ايه فضي. الفضي. ما. طيب هقول لك على حاجه، بما اننا بنعمل ديلز هنا اهو، انا هشتري منك اختيارك ب 500 جنيه يا استاذ محمد. اتفضل. طيب ايه رايك لو ازود المبلغ شويه؟ خلاص ونحط فوق ال 500، نحط 500 كمان بقوا 1000 جنيه. لا 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 لا. طب عشان خاطر فريده 200 جنيه كمان يا استاذ محمد. مش هتوافق بقى برضه؟ مش هتوافق. طب بتسالها هي؟ لا تقتنع بالاموال. لا يعني هي بالنسبه لها الفلوس يعني مش حاسه بيها. احنا مش بتوع فلوس. بتوع فلوس. مش كده؟ طب والله العظيم كنت فاكر ان الجيل الجديد ده. لا 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 ده جيل بتاع جيمز مش بتاع دماغه. لا مش احنا. تمام. خدت قرار؟ خلاص اوكي. ها اوكي قرار. أوكي. مش عايز الفلوس. لا. طيب يبقى دول 1200 جنيه هو ده اللي انت رجعته. نفتح العلبه نشوف اختيارك ايه. نفتح العلبه. هوم ثيتر قيمته 2500 جنيه. انت فريده. فريده كده. فريده كده. مبروك يا فريده ومبارك لبابا. شكرا لوجودك معانا. الف مبروك. الف مبروك. شكرا استاذ محمد. وبنته فريده كسب هوم ثيتر ب 2500 جنيه. الف مبروك. دلوقتي ندخل ليه مزاج ان انا اشترك في اللعبه دي مع بنوته، يعني فتاه او ست كده. مين من البنات؟ ممكن البنات يقفوا يا جماعه، الاولاد يقعدوا. ايوه. وممكن البنات اللي لابسين اخضر، اللون الاخضر ده لون جميل، يا ريت اللي لابسين اخضر بس يفضلوا واقفين. اخضر 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 اخضر. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيكي في لعبه الحياه. ليتس ميك ا ديل واتعرف عليكي. اهلا بيكي نيفين. في اي مجال؟ لا انا بقى مش بشتغل، انا قاعده في البيت دلوقتي، بس انا خريجه فنون تطبيقيه. خريجه فنون تطبيقيه وقاعده في البيت؟ اه. صوري احسن. لا عشان عندي بيبي والله. طبعا وتربيه الطفل ده حاجه جميله. ايه رايك نبدا على طول؟ يلا. وهديكي الاختيار. اول حاجه اختيارك ما بين الصندوق الاخضر. ايوه. وما بين الصندوق الكبير ده اللي انت شايفاه قدامك. بس احب اقول لك ان يعني مش بكبر الصندوق ولا بصغره. طبعا. ممكن تطلع لك حاجة وربنا يسهل. ولو حبيتي تستعيني برأي الجمهور بتاعنا برضو ممكن. الصندوق الكبير ولا الصندوق الصغير الأخضر؟ طب أنا بحب الأخضر زي حضرتك، فأنا هختار الأخضر. أنت بتحبي اللون الأخضر؟ طبعا. آه تمام. اللي جوه الصندوق الأخضر ده بقى بتاعك خلاص يا نيفين؟ بس ايه رايك لو انا مثلا اوكي هشتريه منك ب 500 جنيه تاخدي 500 جنيه؟ لا 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 لا. خلينا في صندوق. على فكره الكاش اليومين دول حلو حلو. طيب نحط 200 جنيه بقى 700 جنيه وهشتري الصندوق ده. صندوق. الصندوق شكلكم هتتعبوني. شكلكم هتتعبوني. اديني بقى. اتفضل. ها خلي معاكي 500 وادي 500 فوقيهم معاكي 1000 جنيه وتسيبي الصندوق.
عايز قرار. الصندوق اخر حاجه. الصندوق اخر حاجه. شكرا. خلاص قرارها نيفين انها تسيب الألف جنيه وتختار الصندوق الاخضر. نشوف فيه ايه. مي في شيء كسبت معانا دبدوب مطبخ قاعد جوه طبعا. انا اسف جدا طلع في حاجه في شينك بس اديكي جربتي حظك ولعبتي معانا وشرفتينا والف الف شكر لليفين. شكرا. لعبة الحياة مرة تصيب ومرة تخيب. الأستاذ محمد حمدي كسب جايزة قيمة. نيفين لم يحالفها الحظ. الفقرة اللي جاية فقرة الجايزة الكبيرة. في جايزة هتبقى قيمة جدا جدا لو سعداء الحظ كان ليهم معاد معانا النهاردة. تعالوا نتابع الموضوع ده بعد الفاصل. خليكم معانا. دلوقتي بقى الجايزة الكبرى. أكتر متسابق كسب معانا النهاردة بيتخلى عن جايزته وبيختار إن هو يجازف ويدخل في اللعبة اللي بتمنحه الجايزة الكبيرة لو هو إن شاء الله موفق وسعيد الحظ. برحب بمصطفى مرة تانية. ومصطفى نحيي مصطفى. مصطفى قرر ان هو يعني يتخلى عن المبلغ المالي 3000 جنيه اللي هو كان كسبه معانا في بدايه الحلقه النهارده. وعلى فكره 3000 جنيه اهم واداهم لي الحقيقه الراجل. وهيبتدي يختار ما بين البوابات الثلاثه اللي واحده فيهم هيبقى وراها الجائزه الكبرى وربنا يسهل. بس قبل ما تختاري مصطفى انا طبعا بحييك على انك عندك روح المغامره دي وربنا معاك بقى. وقبل ما تدخل في الجائزة الكبرى أنا عايز أعرض عليك حاجة صغيرة كده لأنه في ظرف من الثلاث أظرف دول في جائزة مقدمة من فنادق روتانا عبارة عن ليلتين في منتجع كورا البيتش في المنتزه. وده هيبقى كده زي ما تقول يعني فوق الجائزة الكبرى كمان لو أنت اخترت الظرف الصح. لأن في ظرفين فيهم في شينك والظرف فيه الرحلة أو الجائزة. فاختار ظرف من الثلاثة لو سمحت. الظرف ده ما تفتحوش بقى دقيقة واحدة عشان أنا هختار الظرف ده ويبقى فاضل الظرف ده. يبقى أنا معايا ظرف وأنت معاك ظرف ونشوف إيه كل حاجة فيها إيه بالظبط. أنا هفتح ظرفي أنا الأول. طيب أنا فتحت الظرف طلع فيه في شينك. يعني مش ده الجايزة خالص. يعني ده معناها ان مصطفى يعني زي ما بيسموها 50-50 احتمال يبقى معاه الجايزه واحتمال تبقى معايا انا. ف صح. اتفضل كده افتح. بصرا هارد لك. معلش مصطفى ما كسبش معانا الجايزه دي الفشنك. شكرا. الجايزه الرحله يومين في كورال بيتش في المنتزه هي دي. وهي عبارة عن غرفة مزدوجة لمدة ليلتين في منتجع اسمه المنتزه في كورال بيتش مقدمة من شركات فنادق روتانا. هارد لك يا مصطفى. بس على كل حال لسه حظك إن شاء الله وفرصتك كبيرة لأن الجائزة الكبرى موجودة وراء واحد من الثلاث بوابات دول. واختيارك إيه؟ ناخد اثنين ان شاء الله. البوابة رقم اثنين ده قرار نهائي اكيد ان شاء الله. البوابة رقم اثنين. نفتح البوابة رقم واحد نشوف كان فيها ايه. مي غرفة سفرة قيمتها 7000 جنيه. طيب غرفة سفرة بس دي مش البيج ديل على فكرة. مش الجائزة الكبرى. يعني لسه في فرصة في واحدة من البوابتين دول إن مصطفى يكسب الجائزة الكبرى. نفتح البوابة رقم 3. غسالة وتلاجة 16 قدم وبوتاجاز 5 شعلة والجائزة قيمتها 7900 جنيه. دي كانت الجائزة الكبرى قيمتها 7900 جنيه عبارة عن تلاجة وغسالة وبوتاجاز
ده جهاز كامل يا عم. نصيب. معلش. طب نشوف اختيار مصطفى البوابة رقم 2. ايبود تاتش قيمته 2500 جنيه. ايبود. ايبود قيمته 2500 جنيه وانت كنت كسبت 3000 جنيه فبرضه مش بطال وكفايه ان هو تاتش. ده تاتش ايبود تاتش. انتوا ما بتضحكوش ليه؟ واسلك منه فين؟ مصطفى شكرا جدا انك انت جيت معانا النهارده. شكرا لكل المتسابقين وشكرا ليكم وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده من لعبه الحياه. ليتس ميك ا ديل. الى اللقاء.